مشاهدينا ومتابعينا، مستمرين معكم في تغطيتنا لحفل زفاف الشاب حسان كلنتن في هذه اللحظات وفي هذه السانحة. يسعدني ويشرفني بأن أستضيف الأستاذ وهيب نتو، أحد الحاضرين والمتواجدين في هذه الليلة. في البداية أرحب بك، أمس عليك، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. وانت بألف خير وصحة وسلامة يا سيدي، يا مرحبا بك. في البداية أستاذ ذهيب، خلينا نتحدث عن هذه الليلة، ليلة زفاف الشاب حسان كلنتن والدخول على القفص الذهبي. إيش شعورك وأنت من ضمن الحضور والمهنئين لفارس هذه الليلة؟ والله أتشرف صراحة بحضور المناسبة الكريمة هذه بين العوائل الكريمة والناس الطيبين صراحة، يعني من أحسن العوائل الموجودة اللي في مكة، يعني والله نسب يعني نتشرف بيهم. أستاذ وهيب، خلانا نتحدث عن هذه الليلة بالتحديد، الرجل الذي ينتقل إلى هذه المرحلة، أنا ما أشاهد الأهل، الأحبة، الأصدقاء يلتفون حوله، يهنئون له، يباركين له، إيش يكون شعوره؟ معليش عيد السؤال. الرجل الذي ينتقل إلى القفص الذهبي، إيش يكون شعوره في هذه الليلة؟ والله يعني شعور، يعني شعور جميل جدا، إنه يعني بيأدي كمان على قولة الناس كم من نص دينه. فيعني شعور ممتاز جدا، وهذا كمان يعني مرحلة استقرار بعد المكان عزوبي وزي كده، فصار دحين مستقر له بيته لحاله المستقل وزي كده. سعدنا كثيرا بتواجدك معنا، شاكرين لك إتاحة الفرصة، يعطيك العافية. الله يسعدك، يعطيك العافية، يا مرحبا، السلام عليكم.